السلام عليكم أصدقائي التلاميذ أولى إعدادي. مسار دولي اللي كيقراو باللغة الفرنسية، هذا تقويم تشخيصي مادة الفيزياء. إذن غادي نحاولو نشتغلو عليه. إذن يمكن لكم توقفوا الفيديو، اللي بغاه يطلبوا ليا نعطيلو، نحطو في صندوق الوصف. وكاين حتى واحد الموقع نحط فيه التفاصيل ديال هاد التقويم التشخيصي. اذا هذا تقويم تشخيصي ديال ماده الفيزياء التلاميذ ديال اولى اعدادي مسار دولي. اذا بالنسبه التقويم غادي نبداو التمرين. اذا يمكن لك تحبس الفيديو، بالنسبه لك انت هذا التقويم كيتناول جزئين، هو المجال ديال الماده، المجال ديال الكهرباء اللي كنتو خلقتو في الابتدائي ديال النشاط العلمي. اذا لا ماتيير هي الماده، دونك ميتر ان كوا نضعو علامه في دون لا كاز في الخانه، انا كاينين خانات هما هادو كي كوريسبون على بون ريبونس المناسبه للجواب المناسب على بون ريبونس. وعلى فكره هنا غنختارو غير جواب واحد، ماشي ما كاينش عده اجوبه. اذا اون ديستينغ اونتر، نميز بين دو زيتا دو لا ماتيير. يعني اذا هنا الماده كتواجد في الطبيعه لشحال من حاله فيزيائيه، واش حاله وحده، حالتين، ثلاث حالات، يعني كاينه حاله صلبه وحاله سائله وحاله غازيه. اذا كاينين 3 زيتا دو لا ماتيير. ثانيا لو الويل، الماء والزيت، كونستيتيي ان ميلونج اوموجين، كيكونوا يكون الماء والزيت خليط متجانس. غلط، يمكن لك دير بالكتابه في الطعام، هادي فو. ثالثا لا ترانسفورماسيون دو لو دو ليتا سوليد فيغ ليتا ليكيد سابيل، يعني شنو كتسمى، يعني تحول ديال جسم صلب الى سائل كتسمى لا فوزيون، انصهار. غادي نجيو مباشره للكهرباء، مازال ما سيش راه كاين جزء ثاني في الصفحات اللي جايين. هنا نفس الشيء، هنا نفس السؤال. اذا لو كونتور الكتريك، العداد الكهربائي، شنو الدور ديالو؟ واش بروتيج لي زاباراي الكتريك، كيحمي الاجهزه الكهربائيه، ولا ميزور لا كونتيتي دي الكتريسيتي كونسومي، كيقيس شده التيار الكهربائي المستهلك. اذا العداد هو كيقيس لينا شده التيار. ثانيا لو فيل دو فاز ان كولور، بالنسبه لي فيل كاينين، كاين واحد ديال الارضي، كاين الارضي اللي هو بالصفر، كاين نوتر الازرق، وكاين بالاحمر، هو فيل فاز. إذن روج في الفاز. ثالثا لانستالاسيون إلكتريك دوميستيك، التركيب الكهربائي المنزلي، واش هو مركب على التوالي ولا التوازي؟ إلا تحرقات مثلا شي بولا في البيت، كيبقاو باقي المصابيح وباقي الأجهزة مشتغلة، بمعنى أن التركيب على التوازي كنقولو أون باغالي ولا أون ديريفاسيون. كاتريام دونك أون كومبريسون أن غاز، يعني نضغطو ولا نضغطو على غاز، على غاز سون فوليم، اش كيوقع الحجم، واش كيتزاد ولا كينقص؟ اوغمونت يزداد، ديمينو ينخفض ولا يتناقص. بيان سور الى ضغطنا الغاز الفوليم ديالو نورمالمون الفوليم كينقص، الفوليم كينقص. دونك هادي راه غلط، خصني نصحها. ديمينيو، عفوا راه ماشي اوغمون، لان الغاز تيكون مثلا هنا، هذا هو الغاز، كنضغطوه بحال المثال ديال لا سورينغ، كيكون واحد البيستون هنا، في كنفعلو البيستون و كومبريسون لو غاز. دونك هادي هي ليطا ان و هادي ليطا دو. دونك اش كيوقع؟ لو فوليم كينقص. فوالا هادشي اللي بغينا نشيرلو. دابا غادي نكمل. اذا بالنسبه ل خامسا لا يونيتي ايزويال، وحده يعني مستعمله ايزويالمون، ايتيليزي مستعمله لقياس درجه الحراره، بور ميزوغي لا تمبيراتور،
Donc, voit le degré Celsius, le mètre qui est la tôle, le kilogramme coûte le degré Celsius qui est la sédition, la disparition du sucre si fait sucre filmé, je nous quitte ma d'ailleurs la fusion, déjà je fais la fusion. La fusion, c'est une transformation physique. Ou la disparition du sucre, ou c'est un chimie, si, mais c'est même la dissolution. Il y a des petits idées que tu vois de la dissolution de Weben, ou c'est un physique, ou c'est une idée de la bien, ou c'est un chimie. C'est bien. On mesure la pression atmosphérique par le manomètre, là, qui est la chute de اللي كيكون في شي مثلا ضغط هواء ضغط شي غاز محجوز داخل قنينة لو باغومتر لا بالانس كتقيس لينا لا الكتلة لو باغيمتر تيقيس لينا كيقيس لينا الضغط الجوي بي كومبليتي سو تابلو بار لي مو سويفون لو فير الحديد سي ان كونديكتور موصل لو بوا عازل خشب لو فير زجاج عازل ايضا L'aluminium, موصل. C'est donner les symboles à Romos Telahia, un asel carabaye telia, une pile à la moude ou quoi qu'un tout crawl, ou un drame zahar. Ou bien ce bal misbah qui n'a de rame zahda, la matal pchenil misbah ou je m'en vais ou la reine m'en vais, à tâcher m'en vais, m'zien, reine m'en vais, m'zien. Ou qui n'a de rame zahda, à tâcher de ou la de belle. Donc, septième, c'est bien, on mesure la pression atmosphérique par un baromètre. Très bien. Répondre aux questions suivantes. Parallèle épipède, rectangle. إذا القاعدة كندير الطول في العرض في الارتفاع كنعوضو 4 × 3 × 2 4 × 3 = 12 × 2 = 24 وما نشيرش الوحدة اللي هي سنتيمتر مكعب ثانيا تحويلات 2000 متر باش نحولوها لتر كنقسمو على 1000 دونك 2000 مقسومة على 1000 تعطينا جوج 100 سنتيلتر نحولوها لديسيات تعطينا 10 لتر دابا نوريكم الطريقة باش كنحولو 5 كيلوغرام ميلي غرام والحاجة 5 كيلوغرام شحال فيها من غرام فيها 1000 5000 كيلوغرام عفوا 5000 غرام وغنحولو للميلي هي 5 المليون دابا نشوفو في جدول و 13 غرام تعطينا 0.13 هكتوغرام نوريكم ماشي في التحويلات دونك تحبس الفيديو تنقل هادشي ولكن قبل خصك تكون ديجا جاوبتي درتي محاولة درتي ان سي افون دو ريكوبي لي ريبونس دونك دي ديتيرميني لو تيب دي مونتاج الكتريك نحددو نوات تركيب هل هو على التوازي او على التوالي اون سيري على التوالي اون ديريفاسيون ولا اون باراليل على التوازي باش كنعرفو كنشوفو هادي دارة كهربائية فيها مولد هذا هو الرمز ديالو والمصباح هو الرمز ديالو اللي كنطلبو لينا في الاسئلة السابقة اللي عقلتو ان لا بيل الرمز ديالو هو هذا والمصباح هذا هو الرمز ديالو كاين رمز تاني اذا هنا اش كنلاحظوا في الدارة الكهربائية كنلاحظوا كاين حلقة واحدة الا كانت حلقة واحدة دونك كيكون مونتاج اون سيري هنا في الدارة شحال حلقة كاينة كاين حلقتين دونك سي تي مونتاج اون ديريفاسيون دابا غنحاول نوريكم طريقة ديال التحويل يعني بعد مشاهدة طريقة التحويل الا بغيتي تستخدم هادو كتطبيقات وديرهم في التعليقات حطهم غادي نبداو بهاديك 100 سنتيلتر سنتيلتر هو هدا شيفر دونيتي هو زيرو باش كنبداو و كنكملو غنحولو على ديسيلتر ديسيلتر هو هدا دونك كنديرو فاصلة هنا دونك هادي 10.0 ولا 10 لي كنت كتبت ليكم سابقا شوفو القيمة أخرى هادي كتقولك بأن قاعدة 1000 مليلتر هي 1 لتر حنا كانت عندنا 2000 مليلتر دونك هي لترين 2 لتر سي بون دابا غناخدو 5 كيلوغرام اللي غنحولوها لميليغرام غادي نزيدو اصفار غنشوفو هادشي هذا ولكن قبل نبدا بهاديك ديال 13 غرام 13 غرام غنحولوها لإكتوغرام غندي نضيفو الاصفار
على اليسار، وغنديروا الفصيله في الخانه المطلوبه في لاكاز دوموندي اللي هي الاكتوغرام. 5 كيلوغرام غنحولوها للمليغرام، غنزيدوا الاصفار. دونك كنلاحظوا كاينين 6 الاصفار، دونك 5 مليون مليغرام. دونك داكشي اللي كنا درنا. دونك يمكن لك توقف الفيديو وتخدم لي هاد التحويلات باستعمال الجدول باستعمال القاعده اللي وريتكم، وصيفط لي الاجوبه في التعليقات. دونك وصلنا لنهايه الفيديو، دونك اون سيفيرا لا بروشين فوا.